ضعيف محتوى ما في المشاعر، يجي واحد ليقول لك ان علي بن ابي طالب اراق دماء المسلمين، قتل المسلمين واراق دماءهم. طيب هاي ليش ما تنسحب على غير علي بن ابي طالب؟ اخر غيره قاتل وقاد الجيوش وصارت له معارك، ذيك المعارك كانت معارك اسلامية، ومعارك علي ابن ابي طالب معارك بها هدر لدماء المسلمين. والحال رسول الله قال يا علي انك من بعدي تقاتل الناكتين والقاسطين والمارقين، وهذا امر في سورة الخبر، يعني انك هؤلاء تقتلهم. طيب مو يجي واحد من الحفاظ فرص صاحب الاصابة وغيره عندما يقول وادرك الناس بعد مقتل عمار ابن ياسر ان الحق مع علي، يعني اللي يضفي اعتبار على علي بن ابي طالب عمار ابن ياسر، والا علي بن ابي طالب بدون عمار ابن ياسر ما يمكن نعرف ان الحق معه. والحال بالامس عقيرة رسول الله ترتفع، اللهم ادر معه الحق حيث دار. حاول شوف تجييف المشاعر كيف ينتهي، كيف هذا الرجل تمتص منزلته من النفوس.